الشاحنه اعطتها لنا جمعيه بلجيكيه بجمعيه الرحمه. الرئيس اعطاني اسميتو الوكاله باش نمشي نقوم بالمهام الاداري مشيت لطنجة، مشيت انا ورئيس الجمعيه، واحد رئيس الجمعيه من الناس اللي داروا الطلب للجماعه باش تساعدهم في الشان الاداري. مشيت انا وياه، مشينا لطنجة، تلاقينا مع السيده جات مع الشاحنه، تلاقينا معها في طنجة، قمنا بالاجراءات، خرجت الشاحنه، جينا لمراكش. هذيك السيده جات لمراكش، اتفقت مع دوك الناس بانما غتعطي شي حاجه لشي جمعيات اخرين. جا رئيس الجمعيه، واحد من هذوك الناس اللي داروا طلب للجماعه، تسلم داك الشيء اللي دارت معهم، اتفقت معهم، تسلموا بالوثائق، هما كاينين، تسلم، جابت الرموك خلصته هي، خواو فيه داك الشيء، مشى لسميتو لي جوكاك، ودارت الاخبار للسلطات المحليه والسلطات الاقليميه. ما هو السيد العامل، السيد العامل اقليم الحوز، عطاتو دارت الاخبار ومشات تفرقت داك الشيء. هادشي اللي كاين، الجمعيات اللي استافدوها هما كاينه جمعيه طغبار، جمعيه دوار العسكر، وجمعيه دوار ايت الحاج، ها هما كاينين كلشي، ها هما والجمعيات الاخرين، ها هما كاينين. وسميتو على البيسيات، علاش كيهضر سميتو السيد الرئيس، ها هما الرئيس رفع بيا دعوه، مشيت عند الجندرم تصنتو ليا وديت ليهم الوثائق. هادشي اللي كاين، وما هادشي اللي كيقول هو الاختلاس، لا سرقوا الشاحنه، لا فيها مواد غذائيه، لا فيها، ما كاين لا اختلاس لا شي حاجه. وتيقول لك اختفاء شاحنه، ما اختفاتش الشاحنه، الوثائق كلشي، والناس ديال اسميتو ديال الدور ورؤساء الجمعيات هما اللي غيقولوا اش اختفات ولا اش توصلوا بهادشي ولا ما توصلوش. عندكم وثائق؟ عندي الوثائق، بانما الناس توصلوا بالاخبار ديال السلطات وكل شيء، عندي الوثائق باش توصلوا هاد الناس. الا ما كان هاد الشيء نكرهو مايا، لا على هادوك الناس اللي كيديروا الخير، علاقاش الناس جاو يتعاونوا ورفع بهم هاد الرئيس الشكايه؟ راه شكون اللي باقي غيوصلك يتعاون معاك؟ ما باقاش غيوصلك شي واحد يتعاون معاك من اللي دار بهم شكايه، ودار بيا حتى انا درت غير الخير ودار بيا شكايه، ما درت شي حاجه، ما سرقت، ما سميتو هاد الناس كلشي، الناس اللي كيستحقوا راه توصلوا بهادوك المساعدات، هادشي اللي كاين.